بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ هلا بدراسة تغيرات دالة كسرية. أخذنا مثال أول f x يساوي 2 x على x ناقص 1 للتربيع. طبعا هاي الدالة معرفة على r فرق الواحد. أبي ندرس تغيرات الدالة ونظم جدول بها واستنتج ما لها من مقاربات طبعا موازية أي من المحوري الأحداثيات وأدرس وضع نسبي لكل مقارب وجدته. طبعا الدالة معرفة على r فرق الواحد. نبدأ طبعا خطوات لدراسة تغيرات الدالة. أول شيء بنبدأ بمجموعة التعريف. الدالة مستمرة واشتقاقية على كل من المجالين من ناقص لنهاية للواحد ومن الواحد لشاهد للزائد لنهاية. طبعا أنا راح أبدأ بالنهاية. طبعا عندي أنا أربع نهايات، عند الناقص لنهاية وعند الزائد لنهاية وعند الواحد قيم أصغر. طبعا هاي بقيم أصغر وقيم أكبر. جيت أخذت أول شيء شباب ناخذ نهاية عند الدالة عند الزائد لنهاية. بنطلع على الدالة تبعنا، طبعا هون قوة المقام أكبر من قوة البسط وبالتالي نهاية الشد راح تكون صفر. إذا واي تساوي صفر مقارب يوازي مين؟ إكس إكس فتحة. طبعا طلب مني الوضع النسبي. هلا بعد ما أدرس تغيرات الدالة آخر شيء بدرس الوضع النسبي. بجي باخذ اسمه نهاية الدالة عند مين؟ عند الواحد. طبعا 2 في 1 2. طبعا بقيم اكبر وقيم اصغر كوني في تربيع بالحالتين ايش راح يكون؟ الصفر موجب، معناتها عندي 2 على 0 موجب زائد لنهايه و2 على 0 كمان موجب 2 0 موجب. النتيجه الشد راح تكون زائد لنهايه. طبعا كوني المقام في عندي اكس ناقص 1 للتربيع في الحالتين راح يطلع الصفر موجب. وبالتالي اذا جينا ندرس الوضع النسبي بنقول سي يقع على يمين المقارب باتجاه واي الموجب لاني عندي زائد لنهايه. سي على يقع على يسار المقارب باتجاه واي كمان الموجب، معناتها اثنيناتهم بيقعوا باتجاه مين؟ واي الموجب. طبعا لسهوله الاشتقاق، طبعا الخطوه الثانيه رح نشتغل بالمشتق. لسهوله الاشتقاق فكيت المتطابقه اللي هي ايش؟ في المقام. طبعا للسهوله طبعا ممكن انا اشتقها من دون ما افك المتطابقه، حطيت اف اكس يساوي 2 اكس على اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 1. اول خطوه طبعا احنا هون عم نشتق على اساس مشتق كسر، مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على مربع المقام. طبعا اذا جينا طلعنا البسط مشتقه 2. المقام طبعا بضربه بالمقام على حاله ناقص مشتق المقام مشتق الاكس مربع 2 اكس، مشتق 2 اكس 2. طبعا اشارتها ناقص، ضرب البسط. هل انا بالاصلاح 2 بضربها بالحدود كلها، 2 في اكس مربع 2 اكس مربع، 2 في ناقص 2 ناقص 4 اكس، 2 في 1 2، طبعا 2 اكس في 2 اكس 4 اكس مربع، في ناقص ناقص 4 اكس مربع، الناقص في الناقص زائد 2 في 2 اكس 4 اكس، بالاصلاح صار عندي ناقص 2 اكس مربع زائد 2 على مربع المقام، طبعا رجعت المقام الاصلي على حاله. طبعا بالاختصار عارف شلون؟ نجد اني ناقص 2 المربع زائد 2 على اكس ناقص 1 هو 4، هذا هو المشتق. طبعا انا بدي اشتق اول مرحله، ثاني مرحله بدي احاول اعدم المشتق. اذا طلعنا طبعا عندي كسر بنعدم مين؟ بسطه، ناقص 2 اكس مربع زائد 2 يساوي صفر، ناقص 2 اكس مربع يساوي ناقص 2 اكس مربع يساوي زائد 1، اما اكس يساوي الواحد او اكس يساوي ناقص 1. طبعا الواحد مرفوض ليش؟ لانه بالاصل ما بينتمي لمجموعة التعريف. طيب ناقص 1 عوضنا. طبعا نحن اشتقينا عدمنا حلينا، هلا عم نعوض اف ناقص 1 بنقول 2 بناقص 1 على ناقص 1 ناقص 1 والكل للتربيع، النتيجه صارت ناقص نص. طبعا المعلومات تبعي بدي احطها، طبعا هو عم يدرس تغيرات ونظم جدوله. الحق الاول هو الحق الاكس مجموعه التعريف من ناقص لنهايه للزائد لنهايه، الحق الثاني اف فتحه اكس، الحق الثالث اف الاكس مجموعه التعريف من ناقص لنهايه للزائد لنهايه، نهايته عند الناقص لنهايه صفر، نهايته عند الزائد لنهايه صفر. طبعا عند القيم اكبر وقيم اصغر في الحالتين شن النتيجه؟ زائد لنهايه. طبعا الناقص واحد اف فتحه يساوي صفر، اف ناقص واحد تساوي ناقص نص. طبعا اذا ردنا نتاكد من الاسهم عارف شلون؟ بنختار قيمه ما بين الناقص لنهايه والناقص واحد بنعوضها في المشتق، وبنختار قيمه ما بين الناقص واحد والواحد بنعوضها في المشتق، وبنختار قيمه ما بين الواحد والزائد لنهايه بنعوضها في المشتق مشان الاشارات. طبعا من الصفر للناقص النص طبعا قيمه محليه، طبعا عمليا متناقص، ومن ناقص نص للزائد لنهايه متزايد. عمليا هاي القيمه بنسميها قيمه محليه صغرى طبعا وشامله. الاف الناقص واحد تساوي ناقص نص محلية صغرى شاملة. طبعا الطلب الثاني عم بيقول لي، يعني طبعا الطلب الثاني ضمن الطلب الاول عم بيقول لي وادرس الوضع النسبي. جيت انا الجي اكس طبعا ندرس الوضع النسبي لمين؟ المقارب واحد تساوي صفر. الجي اكس يساوي اف اكس ناقص صفر. طبعا النتيجة هي 2 اكس على اكس ناقص واحد للتربيع. طبعا هلا اذا جيت طلعت انا على الدالة هاي 2 اكس على اكس ناقص واحد للتربيع، المقام موجب
مين عندي إشكالية؟ إشكالية عندي الواحي بالسسنية، بس المقام كله موجب، معناتها إشارة الجي من إشارة مين؟ البسط، إشارة الجي من إشارة البسط. طبعا حطيت من ناقص لنهاية للزائد لنهاية، الحقل الثاني جي إكس، الحقل الثالث وضع النسبي. أنا حطيت الواحي عمليا ما بينتمي لمجموعة التعريف وبنعدم فيها المقام، حطيت خطين متوازيات إني عدم تعيين. جيد، قلت هالبسط هذا إمتى بينعدم؟ عند الصفر. يمين الصفر موجب ويساره، طيب ليش؟ لأن إكس موجبة، يمينه موجب، يساره سالب، معناتها هلا صار عندي صفر سي فوق دلتا. طبعا هون إشارة موجبة سي فوق دلتا، إشارة موجبة سي فوق دلتا. طبعا عندما إكس تساوي صفر، صفر على عدد بيساوي صفر، وبالتالي هاي نقطة تقاطع، يعني راح يتقاطع السي مع مين؟ مع المقارب اللي هو واي تساوي شئاد الصفر. طبعا بين الناقص لنهاية والصفر طبعا إشارته سالبة، وبالتالي سي تحتها دلتا. طبعا هذا بيكون انا درست الوضع النسبي، الوضع النسبي معناتها من صفر للانهايه باستثناء الواحد سي فوق دلتا، من ناقص لنهايه الصفر تحتها عند الصفر نقطه تقاطع. طلب مني اكتب معادله المماس في النقطه صفر. طبعا انا وقت بدي اطلب مني معادله المماس في النقطه صفر ما اعطاني غير فاصلتها، تعوض في الداله الاساسيه اف صفر يساوي 2 بصفر على صفر ناقص واحد. طبعا النتيجه راح تكون كمان صفر، يعني مطلوب مني معادله المماس في النقطه صفر صفر. انا شو هون بهالحاله بدي الميل، بيجي بقول الفتحه الصفر، طبعا هنا بدي اعوض محل كل اكس بصفر، طبعا هاي ناقص 2 بصفر للتربيع صفر، ضل 2 صفر ناقص 1 اس 4 ضل المقام 1، صف النتيجه 2 على شئاد على 1، بعيد صفر 2 صفر ناقص 1، طبعا انا عوضت محل كل اكس بشئاد بصفر، صار 2 على ناقص 1 اس 4 تساوي 2 على 1 وبالتالي تساوي 2. هلا انا صار عندي نقطة وعندي ميل. معادلة المماس مار من نقطة 0 0 وميله هو 1. واي ناقص 0 يساوي 2 باكس ناقص 0، وبالتالي معادلة المماس هي 2 اكس. الطلب اللي بعده عم بيقول لي يبحث عن النقاط المشتركة، بس قال لي نقاط مشتركة ما بين السي والمماس، هذا هو السي وهذا هو المماس اللي طلع معي، بحلهم حل مشترك، يعني بحط اف اكس يساوي شئاد دلتا، اف اكس يساوي واي دايل، وبالتالي 2 اكس على اكس ناقص 1 للتربيع يساوي 2 اكس على 1. طبعا هاي يعني انا بدي اوجد النقاط المشتركه ما بين اف الاكس وما بين المماس، بساويهم مع بعضهم، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. طبعا اذا طلعت انا بحسن قسم على 2 اكس، بس بشرط اكس لا يساوي الصفر. طبعا صفى عندي المعادله بالاصلاح، اكس ناقص 1 للتربيع يساوي شئاد الواحد، اما اكس ناقص 1 يساوي الواحد، هذا يؤدي اكس يساوي 2، وبالتالي واي تساوي 2 في 2 4، معناتها نقطة التقاطع الأولى ما بين المماس والمستقيم دال هو 2 4، برجع أو بقول اكس ناقص 1 بدل ما أحطها 1، طبعا نحن ما عندي هاي المعادلة، مرة باخو بجذر هذا وبجذر هذا، مرة زائد مرة ناقص، معناتها اكس ناقص 1 تساوي شئاد الناقص 1، وبالتالي اكس يساوي شئاد الصفر، بنعوض واي تساوي 2 بصفر صفر، وبالتالي نقطة التقاطع الثانية هي شئاد صفر صفر. أنا لحتى أرسم الدالة بحاول اعدم اكس وبحاول اعدم اف الاكس، طبعا اذا عدمت الاكس وعدمت الاف الاكس في الحالتين رح يطلع نقطه المبدا هي نقطه التقاطع. لارسم مستقيم واي تساوي 2 اكس، طبعا هذا مستقيم مار من المبدا، لحتى ارسمه لازم اعطي لاكس صفر تطلع قيمه صفر، طبعا ما بعطي للواي صفر كمان لاني ما رح يطلع معي غير نقطه واحده، رح اعطي لاكس قيمتين مختلفات، اول شيء رح اختار الصفر وبالتالي النقطه رح تكون صفر صفر، ثاني مره رح اعطي للاكس واحد واي يساوي 2 في 1 راح تكون النقطة اكساتها 1 وواياتها 2. طبعا بهالشكل اذا جيت لارسم طبعا انا بحدد النقطة 0 0 وبحدد النقطة الثانية اللي هي اكساتها 1 وواياتها شئاد 2. المستقيم هذا هو المستقيم دال اللي مار من نقطتين 0 0 والنقطة اكساتها 1 وواياتها 2. انا بدي اجي ارسم الخط البياني، بدي اجي ارسم الخط البياني، الخط البياني نحن عمليا بدي ابدا من نقطة من طرف الاكسات ناقص لنهاية، من طرف الاقصى اليسار، والوايات شئت صفر، طبعا اذا جيت طلعت هون ضمن هالمجال سي تحتها ولا فوقها؟ الخط البياني تحتها، وبالتالي رح يتحرك من الصفر للنقطة اكساتها ناقص واحد ناقص نص، طبعا هي بديت بالصفر للنقطة هاي اكساتها ناقص واحد وهذا، طبعا مريت بمين؟ بالصفر، باتجاه مين؟ باتجاه الواحد، باتجاه الاعلى، يعني عمليا صرت على يسار الواحد باتجاه الاعلى، نحن اتفقنا بالوضع النسبي ان سي يقع على يمين المقارب اتجاه الواي الموجبه وسي يقع على يسار المقارب اتجاه الواي الموجبه، وبالتالي الخط البياني متحرك اول شيء من تحت المستقيم من تحت المقارب باتجاه الواحد ناقص واحد
اتجاه الصفر باتجاه الاعلى اللي هو يسار من الواحد. الفرع الثاني راح ابدا منين؟ من يمين الواحد، وراح ابدا من باتجاه الاعلى باتجاه مين؟ القيمه المقاربه اللي هو واي تساوي صفر. طبعا من لو انتبهت نقطة التقاطع صفر صفر والنقطة اكساتها 2-4 هي النقطتين اللي تقاطعوا فيها الخط البياني مع مين؟ مع المستقيم اللي هو دال مماس دالة سين.